إلى مصر، حيث لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم وجرح 40 آخرون في حادث قطار للركاب بمحافظة البحيرة شمال القاهرة. وقال شهود عيان إن عربتي قطار للركاب انفصلتا عنه واصطدمتا بقطار آخر للبضائع. وقد أرسلت وزارة الصحة العشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، فيما أمر وزير النقل المصري بفتح تحقيق في الحادث. أما السلطات فقالت إن عدد القتلى قد يرتفع لأن العديد من الجرحى إصابتهم خطيرة.